اليوم سلمى هو اليوم الأول لإعادة الدوام النظامي لجميع رياض الأطفال والمدارس المهنية والعامة والشرعية بجميع المحافظات بعد ما تم إغلاق هذه المدارس لعدة أيام بسبب الزلزال يلي دمر للأسف عدة مدارس بالمناطق المنكوبة إن كانت بحلب واللاذقية وحما وإدلب. لنحكي أكثر عن الموضوع واستفسارات كثيرة حول وضع الطلاب بالمناطق المنكوبة إن كانت على الصعيد النفسي أو الدراسي. معنا اليوم إيناس ميام مديرة الإشراف التربوي بوزارة التربية. أهلا وسهلا فيكي وحمد على السلامة. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكي والرحمة لضحايا الزلزال. آمين. والشفاء العاجل للمصابين الحمد لله على سلامة إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. يعني مثل ما قلنا نحن اليوم بلشوا الدوام المحافظات بسوريا ما عدا طبعا المحافظات المنكوبة. خلينا نقول شو الخطة من وزارة التربية حول موضوع الدوام وإعادة الدوام وتعويض الفائض وكل هالأسئلة اللي ببال الناس بالمناطق المنكوبة. كما نعلم جميعا أن التعليم هو احتياج أساسي من احتياجات المواطنين والتعليم هو حق من حقوق الطفل، يجب على الدولة تأدية هذا الحق لجميع أطفالنا بحيث أن يكون التعليم منصف وشامل لجميع أبنائنا المتعلمين. هناك جولات ميدانية لجميع المهندسين في مديريات التربية والخدمات الفنية للتأكد من سلامة الأبنية المدرسية. كانت هذه الجولات في الثلاثة أيام الماضية وتم التأكيد بأن هذه الأبنية سليمة ونستطيع استقبال أبنائنا المتعلمين في هذه الأبنية. أما بالنسبة للمناطق المنكوبة كما ذكرتي فهناك قرار من رئاسة مجلس الوزراء صدر يوم الأربعاء 10 شباط بأن هذه المحافظات الأربع تعتبر مناطق منكوبة ولا نستطيع لا نستطيع العودة إلى المدارس إليها إلا بعد أسبوع، والعودة ستكون تدريجيا وبناء على خطة مدروسة من قبل مديريات التربية ومن قبل المحافظين. أيضا مدير التربية هو بالنسبة له هو له الصلاحية الكاملة في تحديد أي المدارس هي سليمة وأي المدارس فهي بحاجة إلى إعادة ترميم حتى يعود أبنائنا المتعلمين إلى المدارس، لكن وزارة التربية حريصة كل الحرص على سلامة أبنائنا المتعلمين وحريصة أيضا على إعادة تنفيذ الخطة الدرسية كما كانت محددة في بداية العام الدراسي. طيب أستاذة خبرينا أكثر قديش يعني عدد خسائر القطاع التربوي إن كان بعدد المدرسين أو المدارس أو الطلاب يلي للأسف توفوا بهي الزلزال، إذا فيك تعطينا حصيلة أولية. للأسف هناك 91 شهيد ما بين طالب ومعلم وإداري من كوادرنا الإدارية والتعليمية وطلابنا، وهناك 26 جريح. طبعا بالنسبة لنا للشهداء من العملية شهداء العملية التعليمية هم أكثرهم كان في محافظة اللاذقية، كان هناك 71 شهيد في محافظة اللاذقية، وهناك أيضا كان هناك 17 شهيد في محافظة حلب، وهناك 3 شهداء في محافظة حماة. أما بالنسبة لزملائنا المصابين فهناك لدينا 26 إصابة أيضا موزعة الأكثر في محافظة اللاذقية. نعم، يعني أستاذة إيناس اليوم عدد كبير من المدارس تحول إلى مراكز دعم وإغاثة لأهلينا المتضررين في المحافظات المنكوبة. أيضا خطة العمل التي تعملون بها كوزارة من خلال تأمين هذه المدارس بالإضافة للتشبيك مع المحافظات ولجان الإغاثة، كم مدرسة تقريبا تحولت لمراكز إيواء؟ هناك عدد كبير من المدارس تحول إلى مراكز إيواء مجملها في جميع المحافظات 132 مدرسة، كان أكثرها في محافظة حلب 112 مدرسة، هناك مركز إيواء في محافظة حلب. أما في محافظة اللاذقية هناك حوالي أقل يعني بكثير، هناك 17 مركز إيواء، أقلها كان في محافظة حماة، كان هناك مركزين لمراكز الإيواء لكن لا يوجد بهم مواطنين. تم افتتاح هذين المركزين في محافظة طرطوس، تم افتتاح مركز إيواء لكن زارته عائلة واحدة ولمدة يوم واحد. الآن إذن المدارس التي يوجد فيها مراكز إيواء فقط في محافظتي حلب واللاذقية. اليوم كثير من الطلاب يعني تأثروا نفسيا وجسديا، يعني يمكن هذا الشيء رح يأثر أكثر على تحصيلهم الدراسي والعلمي. كيف اليوم أنتم قادرين تتعاملوا مع هدول الأطفال؟ هل رح يتم التغاضي شوي عن تواجدهم بالمدارس؟ هل رح يتم التعاطف معهم؟
طبعا في المدارس المنكوبة سيكون العودة إلى العملية التعليمية عودة تدريجية حسب القدرة على افتتاح المدارس وحسب المدارس ما جاهزيتها فنيا البنية الإنشائية لها، وهذا يقرره السادة المهندسون. أما بالنسبة للدعم النفسي والاجتماعي فهناك المرشدين النفسيين والاجتماعيين وهناك الموجهين أيضا، هم يقومون بهذا العمل وخصوصا في مراكز الإيواء. الآن من أول يوم في مراكز الإيواء تم استنفار جميع الكوادر الإرشادية والذهاب إلى الأهالي، إرشاد الأهالي والطلاب والمعلمين والجميع، لأن الطفل هو أكثر تضرراً بهذه الأزمة. والطفل حسب بعده عن الأزمة أو الكارثة التي أتت، إن كان بعيد عن الكارثة تكون الأزمة النفسية لديه أقل، أما إذا كان قريب جداً منها وأحد أفراد عائلته كان أحد الضحايا فتكون كبيرة جداً. هناك لذلك توعية للأهل قبل الطلاب، لأن الأهل يكون نموذج بالنسبة للطالب. عندما تكون شدة الكارثة على الأهل تكون أيضا للطالب. أيضا هناك توعية للمعلمين في المدارس وللأهل كيفية التعامل مع الأطفال لا سمح الله إن كان هناك حالة فزع أو لا، أو الحالات الخاصة بالطفل كيف يتعامل معها هؤلاء الأطفال. هناك جلسات إرشاد إن كانت جلسات فردية أو جلسات يعني جماعية، وهناك أيضا مشورة فردية ومشورة جماعية. هناك أنشطة دعم نفسي، لو زرتم المراكز الإيواء كنتم شاهدتم أنشطة الدعم النفسي موجودة لدى أبنائنا المتعلمين، وكانت باحات المدارس جميعها أنشطة خلال هذه المدة الماضية. نعم أستاذة إيناس، يعني مثل ما قلنا بعض المحافظات التي لم تكن متضررة جدا جراء هذا الزلزال الكارثي عادت فيها المدارس اليوم، هل هناك طبعا تنسيق بينكم كوزارة ولجان السلامة في هذه المحافظات؟ مثلا محافظة دمشق نعرف بعض الأحياء القديمة في دمشق القديمة، المدارس قديمة جدا، فهل تم فحص من لجان الأمانة والسلامة على فعلا المبنى بأنه غير مهدد، لا يوجد فيه تشققات حتى تعود المدارس كلها بشكل تدريجي؟ طبعا لا يوجد مدرسة في مدارس الجمهورية العربية السورية لم يتم الكشف عليها إنشائيا من قبل المختصين، وهؤلاء المختصين رافقهم أشخاص من وزارة التربية ومن مديريات التربية، تم استنفار كما ذكرنا جميع الكوادر الإدارية في مديريات التربية لمرافقة هؤلاء المختصين حتى لا تترك أي مدرسة دون كشف. لذلك أطمئن جميع الأهالي وجميع أبنائنا المتعلمين بأن جميع المدارس في الجمهورية العربية السورية إن كانت منكوبة أم غير منكوبة تم الكشف عليها. وهناك أيضا يعني تفاوت في الأضرار، كان هناك مثلا حوالي 275 مدرسة كان هناك ضرر بسيط، هذا الضرر البسيط خلال الأيام الماضية تم الكشف عليه ومعالجته. أما الضرر المدارس التي يوجد بها ضرر كبير، هناك خطة لدى وزارة التربية ومديريات التربية من أجل دوام الطلاب في مكان آخر حسب المنطقة، طبعا حسب طبيعة المنطقة، إن كان دوام نصفي ممكن تحويل بعض المدارس إلى دوام نصفي، أو بعض المدارس نقل الطلاب والمعلمين إلى مدارس أخرى ودمجهم مع هذه المدارس. يعني أستاذة خلال حديثك اليوم أشرتي أنه في أنشطة دعم نفسي عم تقدم للأطفال بالمدارس يلي أصبحت مركز للإيواء، تخبرينا أكثر شو بتتضمن هاي الأنشطة؟ هل هي فعلا قدرت تخفف من الآثار عند الأطفال؟ طبعا أهم نشاط هو الاستماع إلى الأطفال، التعبير عن مشاعر الأطفال من خلال هذه الأنشطة التي يقومون بها إن كان داخل المدرسة أم في باحات المدرسة. وأحيانا النشاط يقدم للطفل كشخص كفرد، وأيضا يقدم كمجموعة. لذلك يتم الاستماع على هؤلاء الأطفال، الاستماع على مخاوفهم. أنت تعلمين بأن أحيانا المخاوف كبيرة محاطة به من جميع الجهات، ليس فقط في المدرسة، في الشارع، في أي مكان هناك مخاوف لدى الطفل، فهناك كان حجم الدعم سيكون أكبر بكثير من أن كان المخاوف من جهة واحدة. هناك توجيه فردي للطفل وتوجيه جماعي أيضا للأهل. هناك أنشطة مدروسة بشكل متقن من قبل الإرشاد النفسي والاجتماعي تقدم للأطفال، وكل طفل حسب حاجته وحسب عمره، يعني النشاط الذي يقدم للأعمار الصغيرة لا يقدم للأعمار الكبيرة، حسب العمر. وأيضا كما ذكرت لك بأن الأنشطة منها يقدم أكثر للأهالي في مراكز الإيواء.
لاستيعاب هذه الكارثة. صحيح، يعني اليوم العمل رح يكون مستمر ورح يكون متواصل، لأنه هذه الفاجعة بحاجة لوقت طويل طبعاً. حتى معرفة نحن ما زلنا الآن حتى الآن بالمرحلة الأولى اللي هي المرحلة الإغاثية، عم بنلملم مثل ما عم نقول جراح أهالينا بالأماكن المنكوبة إلى الأمام. هل خلينا نقول دائما في جزء توعوي نعول عليه أنه يكون موجود بمدارسنا، هل ممكن دمج بعض المعلومات العامة عن كيفية التعامل مع الزلازل بخصوص طبعا الإرشادات العامة إن كان من الإسعافات وغيرها؟ يعني شفنا بكورونا صار في دائما جزء مخصص بمدارسنا للتعليم كيف ممكن تفادي الإصابة بالفيروس، هل نفس الشيء رح نشهد من معلومات عامة بمدارسنا؟ طبعا كمان نعلم أن الخطة الإرشادية كانت موجودة بمدارسنا جميعا، لكن الآن كثفت هذه الخطة بشكل كبير جدا. نحن نعلم بمناهجنا هناك أيضا مهارات حياة، هناك تعلم وجداني اجتماعي، كل هذه المهارات ستعطى حصص إضافية للأطفال المحتاجين بها. هناك حالة استنفار كما ذكرت لك دائمة في وزارة التربية من أجل تلبية احتياجات أبنائنا، هناك غرفة عمليات موجودة بوزارة التربية وغرف عمليات أيضا موجودة في مديريات التربية للتواصل الدائم والوقوف على جميع احتياجات أبنائنا المتعلمين. أما بالنسبة للدعم النفسي والاجتماعي فهو بشكل دائم موجود بالمدرسة، ولا يوجد مدرسة لا يوجد بها مرشد نفسي أو مرشد اجتماعي، وهذا المرشد النفسي والاجتماعي سيتم التشبيك مع أولياء الأمور مع المنظمات. مشكورة جميع المنظمات قدمت خدمات إرشادية توعوية لأبنائنا المتعلمين وأيضا للأهالي الموجودين في مراكز الإيواء. فهناك مساعدة أيضا مع الصحة المدرسية أيضا من أجل التوعية من كيفية الصحة المدرسية، وأيضا دائرة الجاهزين في مديريات التربية كيف التعامل مع الزلازل أثناء وقوعها، وأيضا ما بعد الزلزال كيف سيتصرف الأبناء حيال ذلك. طيب خلينا نوضح أكثر، يعني اليوم بما أنه هو اليوم الأول لإعادة افتتاح المدرسة، كيف كان إقبال الطلاب؟ هل كان في حضور بالنسبة للطلاب والمدرسين؟ تواصلنا مع جميع مديريات التربية هناك في المناطق الغير منكوبة، جميع معظم الطلاب داوموا. طبعا الأهل استفسروا من البارحة إن كان تم الكشف على المدارس من قبل خبراء أم لا، طبعا كانوا الإداريين داومين بالمدارس وجاوبوا على جميع أسئلة الأهالي. أما بالنسبة للمناطق المنكوبة يعني هناك بعض مدراء التربية يرون بأنهم يجب أن يداوموا من يوم الثلاثاء ولا ينتظروا أسبوع كامل، وخصوصا لطلاب الشهادات. تم الاتصال بأن في بعض المدارس سليمة بشكل جيد، وفي خصوص مدارس الريف كانت سليمة، وهم يطلبون بأن يبدأ الدوام عدم الانتظار أسبوع كامل حتى نعود للدوام، أنه يبدأ الدوام خصوصي لطلاب الشهادات يوم الثلاثاء. طبعا هذا متفاوت بالنسبة لمديرية التربية إلى مديرية تربية أخرى، لكن جميع الطلاب أتوا إلى المدارس وكانت البيئة محفزة وداعمة لهم، وأيضا كانت حريصين كل الحرص أن تكون سليمة وآمنة. صحيح، يعني اليوم أستاذة إيناس نحن نحاول قدر المستطاع ناخذ كل المعلومات اللي ممكن ببال الأهالي أو اللي عم بيتابعونا، فطمنا أنه تقريبا كل صحيح. مدارسنا تم الكشف عليها التي عادت للعمل، وحتى طبعا. اللي ممكن تعود بعد فترة قريبة حسب طبعا خطة الاستجابة طبعا. اللي رح يوضعها كل مدير تربية مثل ما حضرتك قلتي، وأيضا حاليا يتم العمل ضمن اللجان الإغاثية بالتشارك معكم طبعا. مع الكوادر المؤهلة. اليوم أيضا مدرسين هل كان لهم دور بالدعم، ليس فقط الدعم النفسي داخل المدارس التي تحولت إلى مراكز إيواء، شفنا البعض تطوع ونزل ضمن الفرق التطوعية لإغاثة أهلينا المتضررين. طبعا مشكورين جميع كوادرنا الإدارية والتعليمية، كانت موجودة حتى في مراكز الإيواء، كان هناك جميع الكوادر التعليمية والإدارية من أجل مساعدة الأهالي والتخفيف من أثار وحدة الصدمة لديهم. فكان هناك متطوعين بالنسبة لهم تدريس، أحيانا رأينا في محافظة حلب بعض المعلمين يدرسون الأطفال في الباحة من أجل التخفيف من حدة صحيح. الأزمة وأن ينسوا ما حصل لهم. يعني طبعا كانوا مداومين على جميع الأسبوع الماضي دوام كامل لجميع المعلمين والإداريين والتواصل مع الأهالي، وبعض منهم سافر أيضا لمحافظات غير محافظاتهم من أجل التطوع كما ذكرتي. وهناك خطة
لدى المعلم ليس فقط المرشد النفسي والاجتماعي، لكن لدى المعلم أيضا لديه خطة إرشادية وتوعوية لأبنائنا المتعلمين، ويستثمر كيف يستثمر جميع حصص الفراغ ويستثمر جميع الأوقات من أجل تنفيذ هذه الخطة. يعني اليوم ممكن الأم والأب هنون أكثر الأشخاص المؤثرين بالأطفال لحتى ممكن يخففوا شوي الصدمة يلي تعرضوا إلى، لكن مثل ما ذكرتي أنه كمان دور الإرشاد النفسي والاجتماعي كثير مهم اليوم. شو الخطة يلي ذكرتي حضرتك يلي رح يشتغلوا عليها اليوم هدول المرشدين؟ ممكن كثير أطفال اليوم يصير معهم صدمة نفسية، كيف ممكن يتعاملوا مع هاي الفئة من الأطفال؟ طبعا الخطط متنوعة لدى المرشدين، هناك خطة قصيرة المدى، خطة إسعافية تسمى خطة إسعافية، وخطة طويلة المدى كما ذكرت زميلتنا لمدة العام الدراسي كامل، ليس الآن فقط بعد، هناك لنهاية العام الدراسي. طبعا هذه الخطط توزع ومشكورين، هناك تبادل للخبرات، هناك مجموعات على الواتس وتبادل الخبرات من قبل المرشدين النفسيين والاجتماعيين. أحيانا يكون لديهم حالة لا يستطيعون التعامل معها، يأخذون رأي إن كان الموجه الإرشاد أو زميله على هذه المجموعة، ويتم إعطاء جميع النصائح من أجل تنفيذ هذه الخطة. هناك الخطط متنوعة طبعا كما ذكرت لك أن هنا الخطة بين حسب المرحلة العمرية للأطفال، أيضا حسب طبيعة الأطفال، في من الأطفال فقدوا أهلهم لديهم خطة خاصة، اليوم هي خطة فردية لهؤلاء الأطفال، ولكن وبعض الأطفال لديهم حالة خوف فقط من المجهول، أصبحوا إنه أو من البيئة المحيطة بهم، لذلك هناك استنفار لدى المرشدين النفسيين والاجتماعيين، وهناك مجموعات يعملون عليها من أجل تنفيذ هذه الخطة. نعم أستاذة إيناس، يعني مثل ما حكينا مع حضرتك تقريبا تناولنا أغلب النقاط المهمة، هل في أيضا بعض النقاط يمكن ما سألنا عليها أو بتحبي أنه نضيفها ضمن حديثنا اليوم؟ طبعا أضيف بأن وزارة التربية حريصة كل الحرص على تعويض الفاقد التعليمي لدى أبنائنا المتعلمين، أي أبنائنا الذين سيتأخرون بالالتحاق بمدارسهم، هناك خطة من أجل تعويض هذا الفاقد التعليمي بجميع السبل المتاحة لدى وزارة التربية، إن كان على المنصات التربوية أو على طريق الفضائية التربوي أو من خلال الدورات، هناك أيضا تحضير لدورات تعليمية من أجل تعويض هذا الفاقد التعليمي. وأقول لجميع أبنائنا المتعلمين بأن وزارة التربية حريصة كل الحرص على أمنهم وسلامتهم وأن مدارسنا آمنة وسالمة إن شاء الله. شكرا كثير لك أستاذة ويعطيكم ألف عافية. شكرا لكم. شكرا لك أستاذة إيناس ويعطيكم ألف عافية. شكرا لك.